التحذير الياباني من ارتفاع حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها يأتي بعد أيام من كشف طوكيو عن استراتيجيتها العسكرية التي تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ما يؤشر إلى زيادة وتيرة الاستقطاب والتحالفات بنحو ينعكس على القدرات العسكرية. الصين واليابان تقعان في صلب هذه المنافسة، ولكن الكفة راجحة لبكين دفاعياً.